قبل ما نبدا فقراتنا نروح ونصبح على لمياء حمدين ونعرف منها اخبار الطقس والمرور، ونسالك يا لمياء بعد صباح الخير سؤال حلقتنا النهارده. خليني اصبح عليك الاول. فضل. صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير عليك يا منى، صباح الفل يا لمياء، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يا رب دايما صباح جميل مشرق كده. لمياء، عاوز اعرف منك بقى لو جات لك دعوه لزياره احدى المحافظات السياحيه في مصر هتختاري؟ ممكن اروح المنصوره يومين بس اقضي فيهم جو كده احسن، وبعد كده ممكن اختار دهب. انا ما رحتهاش لحد دلوقتي لسه، بس دايما بحس ان المكان ده فيه استجمام اكتر، وفي كل انواع الرياضات بقى انت ممكن تعملها. السفاري هتعمله والغطس هتعمله، عايز تطير هتطير، عايز مغارات يعني فيها جو حلو. كمان الاماكن اللي انت ممكن تعمل فيها كامبينج دي بتبقى هاديه ورايقه، وانا ما بحبش الحقيقه الدوشه، فيها الطبيعه والهدوء والاستجمام. بحب استمتع جدا بالجو الهادي ده واتبسط فيه كده وابقى رايقه فيه كده، فاحب ان انا اروح دهب. يا رب يجعل ايامك كلها هدوء واستجمام كده. وطمنينا على المرور بقى والطقس. المرور حلو والطقس كمان حلو، يعني بدأنا خلاص الدنيا تستقر أكثر. الحمد لله. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من ميدان العتبة. هنفضل ماشيين فيه وناخد طريق شارع الجيش، وهنلاحظ إن فيه هناك سيولة مرورية مكملة لحد ميدان باب الشعرية. من باب الشعرية هنتجه لشارع بورسعيد اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بسيطة وغير مؤثرة. هنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الدار، وهناك بعض الكثافات المرورية إنما هي متقطعة وممتدة للشوارع المؤدية لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع من اللي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر وفي محور النصر. أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان ميدان الأوبرا أو العكس. نروح كمان لحلوان ونبدأ جولتنا المرورية من هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل بالتدريج لحد، لكن هترجع مرة تانية بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. نكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وفي كثافات على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر في كثافات مرورية، وده علشان التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل. مرة تانية نرجع للمحور، ولو رحنا كمان لمحور صفت هيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر عليه الكثافات المرورية، وده نتيجة التحويلات اللي موجودة هناك. كمان هناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما القادم من طريق الواحات فيفضل الطريق السياحي الجديد. بتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الجامعة، وفي كمان كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، وده بسبب أعمال التوسعة. نروح بقى لمدينة إسماعيلية، وهنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان، وده اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. في كمان هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق هناك. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد ونكمل جولتنا في محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة القطر هناك اللي بتشهد عندها بعض الكثافات النسبية. هنمشي ونشوف الطريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية لحد دلوقتي، وفي بعض الكثافات المرورية بس عند أعلى نهر النيل. وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.
كده خلصت جولتنا المرورية، ونكمل معاكم بجولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. والنهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل البرودة صباحا وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. كمان النهارده في فرص لامطار انما خفيفه لمتوسطه على مناطق متفرقه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. كمان في فرص لامطار خفيفه بالليل على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناه، مع وجود نشاط للرياح على اغلب الانحاء. هتكون الرياح دي مثيره للرمال والاتربه كمان. درجه الحراره النهارده في القاهره 33 درجه، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 41 درجه، اقل درجه حراره هتكون في مطروح 24 درجه. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.